معنا مباشرة من عمان الدكتور عبد الله أبو العدس استشاري الطب النفسي. دكتور عبد الله أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. بطبيعة الحال لعلك يعني رأيت أو شاهدت هذه الشهادات التي جاءت على لسان أيزيديات كنا محتجزنا ومختطفنا بطبيعة الحال عند داعش. كيف تعلق على ما شاهدت؟ كيف تقيم يعني الوضع النفسي لهؤلاء، خاصة وأننا نتحدث عن وقت طويل قد مضى على الإفراج عنهن؟ مساء الخير يا سيدي. يعني نختزل هذا الكلام بقصة الآن أن الإنسانية سقطت في كل كلمة الآن، نوعا ما تفوهت فيها إحدى هؤلاء السيدات حقيقة اللواتي ذكرنا جزء من معاناتهن الإنسانية. طبعا متلازمة الصدمة النفسية الحادة، متلازمة ما بعد الصدمة النفسية، الاكتئاب، فقدان الشعور بالأمان، فقدان الثقة الآن نوعا ما حقيقة بالمجتمع الإنساني ككل بكل الأحوال، الاضطرابات التي عانينا منها من اضطرابات النوم، اضطرابات الطعام، وجود الآن نوعا ما حقيقة التعنيف الجسدي، التعنيف الجنسي، التعنيف الاجتماعي، البيع، الإهداء وما إلى ذلك من السمات التي حقيقة تجرد الإنسان الآن من إنسانيته. هذا الآن نوعا ما خلق مركب نفسي سام جدا. هذا المركب النفسي هو مركب فقدان الأمان، مركب الآن عدم الشعور بالانتماء الآن حقيقة لنقل إلى المجتمع الإنساني بطريقة أو بطريقة أخرى، الخوف المتواصل الآن من السبي مرة أخرى حتى مع يعني اندثار سيطرة هذا التنظيم، الخوف الآن نوعا ما من فقدان الآن عناصر أو دوافع الأمان في الحياة. كل هذا الموضوع الآن ما زال مركب الآن في الجهاز النفسي لهؤلاء السيدات، وكل هذا الآن يؤثر قطعا على الجهاز الجسدي والجهاز الاجتماعي، ويؤثر على طريقة التفكير والمشاعر والوجدان. ما يعني ما سمعناه حقيقة الآن هو قمة الآن المعاناة الإنسانية تخرج من أفواه يعني سيدات الآن لم يكن لهن أي نوع من أنواع حقيقة الذنب، إلا أنهن كنا الآن من طائفة يعتبرها هذا التنظيم أنها طائفة الآن نوعا ما خارج عن إطار الآن فلسفته أو ثقافته الدينية أو الآن اعتقاداته أو ما إلى ذلك، فجرد الإنسان من إنسانيته. هذا الآن ينافي كل القيم الدينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. دكتور عبد الله، تحدثت عن موضوع الصدمة ومتلازمة ما بعد الصدمة. بحسب أيضا ما شاهدت دكتور عبد الله، يعني كنا هؤلاء الفتيات أو هؤلاء النساء يعني استطعنا أن يعبرنا عن بعض الأفكار، لربما استطعنا أن يشيرنا في الوقت نفسه إلى حجم ما عانيناه من مآسي وما إلى ذلك. هل باعتقادك أنهن قد خضعنا لشيء من العلاج؟ هل باعتقادك وبحسب ما ترى مررنا بتجربة علاجية مكنتهن في النهاية من الظهور على هذه الشاشة لنقل مأساة بهذا الحجم؟ نعم سيدي، على أغلب الاحتمالات الآن تم تأهيل هؤلاء الفتيات حقيقة تأهيل نفسي وتأهيل الاجتماعي، ولربما خضعنا إلى برامج علاجية دوائية متخصصة للتعامل الآن مع الحالات الاكتئابية والقلقية أو مع الاضطرابات الآن التي رافقت الآن المعاناة الإنسانية أو الصدمة النفسية التي تعرضنا لها، وبالتالي الآن نوعا ما يعني حقيقة تم الآن إعادة الآن تأهيل قدرة هؤلاء السيدات على الكلام وعلى رواية بعض أجزاء الآن المعاناة التي عانينا منها. لكن بعض الأجزاء نحن نرى الآن العاطفة والدموع، ونرى الآن نوعا ما حقيقة يعني نرى العلامات الوجهية والعلامات الجسدية ولغة الجسد الآن تقول مرة أخرى ما ذنبي أنا أن أكون في هذا المكان وأن أتعامل مع هذه الوحوش البشرية التي كانت تستخدم الآن الفكر الجنسي البوهيمي كطريقة الآن حقيقة لتوصيل أو لترويج الآن نوعا ما ما تدعيه تحت إطاء الآن نوعا ما الغطاء الديني. حتى الآن ليس موضوع فقط الاغتصاب أو الإهانة، هو موضوع الآن البيع وموضوع الآن تجريد الإنسان من إنسانيته وجعله الآن سلعة. هذا الموضوع حقيقة الآن يعني يجعل الإنسانية تقف مرة أخرى لتعرف الآن نوعا ما ببساطة معنى الإنسانية، وكيف الآن نوعا ما يكون تعامل الطرف الآخر مع الطرف الآن المعادي له، حتى لو كان هناك الآن خلاف عقائدي أو فكري أو خلاف إنساني أو ما إلى ذلك من هذه الأحداث. الآن هذا الآن حقيقة هؤلاء فتيات أنا أرى الآن حقيقة هن تجاوزنا مراحل من الصدمة، قادرات الآن نوعا ما على التعبير، وبعضهن قادر على حمل رسالة توعوية عالمية
عن الآن نوعا ما حقيقة العنف الذي تعاني منه أو اللواتي يعانين منه السيدات الآن في بعض المناطق من العالم، أو السيدات ضحايا الآن نوعا ما السبي أو ضحايا الحروب والصراعات المسلحة بكل الأحوال. دكتور عبد الله، يعني بطبيعة الحال يعني هؤلاء النساء أيضا، يعني تحدثنا عن موضوع حملهن أثناء فترة هذا الاختطاف الذي وصفته بأنه وحشي ومهين وما إلى ذلك. الآن تبرز فكرة أخرى متعلقة بتوريث هذا الأسى، يعني هذه أم في النهاية عانت بكل هذا الأسى والصدمة والإهانة وما إلى ذلك. الآن عندهن يعني بنات أو عندهن أطفال، كيف يعني اليوم الطب النفسي يمكن أن ينصح يعني في النهاية أنه في سبيل عدم توريث هذا الأسى، عدم أن تكبر هذه الفجوة الكبيرة من الأسى؟ يعني السؤال ذكي جدا سيدي، لكن الآن حقيقة هذه الصدمة الآن عابرة للأجيال، والصدمة الآن مهما حاولنا الآن حقيقة التعامل معها إلا أنها ستبقى عابرة للأجيال. يعني لا نستطيع الآن نوعا ما حقيقة تلطيف المصطلح الآن نوعا ما مصطلح صعب وكارثي، وبالتالي حتى الآن قبول المجتمعات الآن لأبناء الدواعش وقبول المجتمعات الآن لهؤلاء الآن الأبناء عليه الآن حقيقة سؤال كبير، لأن بعض المجتمعات وبعض العائلات لا تقبل. هناك من يعني شرعنا الإجهاض، وهناك من شرعنا الآن يعني إعادة التأهيل وما إلى ذلك من هذه الأبعاد. لكن الآن حقيقة الآن يعني نحن نحاول دائما وأبدا أن نركز الآن على حقيقة الآن استثمار الآن الذات واستثمار الآن الفرد ومحاولة الآن نوعا ما تعليمه كيفية الآن نوعا ما إدارة ذاته وكيفية الآن نوعا ما تركيزه على معنى الإنساني وليس معنى الآن الأصل أو الفصل أو معنى الأين من أين جاء أو ما إلى ذلك. لكن هذا الآن نوعا ما لا يخفف الآن حقيقة إلا القليل من الصدمة. بعض هؤلاء الأطفال يحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة المدى، بعضهم يحتاج إلى تداخلات بيولوجية اجتماعية دينية فلسفية سياسية. الموضوع الآن هو موضوع الآن متعدد الاختصاصات، لكن الآن ستبقى هناك معاناة لربما الآن نحتاج سنوات طويلة حتى الآن نتخلص منها أو نتجاوز أثرها أو عواقبها السلبية. بتشكرك جزيل الشكر إذا من عمان الدكتور عبد الله أبو العدس استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على كل هذا يعني التلخيص وهذا الإيجاز أيضا، يعطيك العافية.